انا كي يوسف راني كلش مشتاقه لك. وين كنتي؟ 500 دولار جبت لي اياها. جبت لك اياها بس دقيقه ليش ما جاوبتي؟ هذا كان يمي وما قدرت اجاوبك نهائي. انا زيت لك ليش؟ قلت لي اتطلقي واني اجي واخذك، بس ابوي جبرني على، يعني اني ابوي بس انتظرته يموت وراها كل شيء نسوي. حلو روح زين. حلو صديقي وحبيبتي زوجتك اصحح لك، ومن بعد المشهد هذا اقصد المشهد هذا اللي صار حتكون طليقي. الحب لازم ما ينباع، وانت اللي معتبرك اخويا وصاحبي تبيعني؟ ما بعتك يا بعدك. اصحح لك معلومه. انت شلون بقبلك؟ اصحح لك معلومه. اول شغله اني ما احبك. ما تحبيني؟ ثاني شغله اني انجبرت عليك. هذا كله تمثيل؟ طبعا. ثالث شغله منتظره بس الموافقه من ابويا، وراها اقول لك يلا روح. وبما انه هسه انت اجيت وشفت وروح ترجع وتصير مشاكل على فلوسه وهي التفاصيل هاي. لا رجع اختارتي على فلوسه صح؟ رجال اني احبه قبل لا انه اني اتزوجك. في حال اختارتني على فلوسي. بس انت خاينه. طبعا خاينه، شفتني انا مثلا شو تريد تقول؟ طبعا خاينه لانه انا ما اريدك. واذا انت فعلا عندك احساس روح وطلقني، ليش لازم بي؟ راح اطلقك اليوم بس قبل لا اطلقك. هسه انت صاحبي، خليني اقول لك شغله واحده. نزيدك من حرامات يوم نزيدك من الايام. نزيدك من يحكي. كنت انت صديقي. نزيدك من تحكي. شنو تقولين بختام؟ طبعا هذا موقف صحيح وهواي اسمع هيجي. اي هواي اسمع لا مستحيل. وكانت هيجي مثلي وتقول له طلقني وتشي. لا يعني بهالقصه بس بغير مواقف. اني اخذت الشخصيه انه هي جريئه كلش ووقحه جدا لدرجه جاوبتك بهاي الطريقه وهيك شيء. لانه انت ما اعطيتني ابعاد الشخصيه، انا شلون راح اقدر اليوم ادري شيء؟ لذلك هي تكون جريئه. فسويت لها ابعاد اني كيف. شو تقولين؟ شكرا جزيلا. اتمنى انه تكون حلقه حلوه ومشهد حلو. ارجع دكاني. اي يا رب أن تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة ونكون كلنا خفيفين الظل عليكم. شكرا جزيلا على حسن المتابعة. شنو أكثر شيء حبيتي بالحلقة؟ الأسئلة اللي أنا ما أعرف بيها نهائي، اللي فاجأتني بيها وبقيت صافنة. أنت متعودة يمكن لقاءات تحضرين الإعداد وكذا وهذا؟ لا والله مو دائما ينطوني الأسئلة، أحيانا أنا أصلا ما أطلبها، أقول لهم خلص عفوها أريدها تطلع عفوية، بس أنت بالذات قلت لك انطيني الأسئلة. زين، أنا سعيد جدا بتواجدك اليوم. أني أكثر. حقيقة أتمنى لك مستقبل ناجح، أتمنى لك عطاء متجدد، وإن شاء الله أشوفك بأدوار وبأعمال أكثر نجاحا. تسلم إن شاء الله يا ربي، إلك وللجميع، شكرا. شكرا عيوني.